قف كرّوا مركّن إنه مجهة قبته ما قصدوا هذا أحمد مدوبي أما قف كستها هذا سومالي وحقوف كاسيت ديار وياها مشكلة ده ما أنت كتاجن إن أيضا كبحن أو ما ركت دبر ككحرنا إن وليت الكحرنا توقف كسروا دولتني ما نوم موقت حرمرا نوم موقت إن سومالي الله صو توكس تيجي دونا نوم موقت إن سومالي برواقة جاري دونا نوم موقت خري بنتلنا أو مغنيت هذا الجبل أنا قدر ستي لابد ما عمل قبل هذا السام للسياسة دوها مربها دي مقيهين وحلقها الله يمحليه ولا لو أنا دورش قف على كم هلاي دورش سيدا أنا ربع أقب سنة قد دورشوني كنا مع عابنا أنا حلبان قرنا أنا وحارب سمين سنة سومالي حلق لو جو جير ولا سو قد بي وما أنت أنا جنا عاو دول نما هلاي الدون كان أقون صدي كلاوين بدن على قادي لبس سنة يبر قف سوماليات وفيلاي مجرى إن مركب أو سهمنا أو شلالك أو قيرات كدلكين كجرو أيا سومالي بدي رسو استاجدون أبوغي يا أبولن كي يا بيغ أيا كشي كي سنجر شلالك سومالي مركان دلنا شلالك سومالي لكي شكينا لكن ما أنت أنا أطلع نيرا أطلع نيرا أو موادين سوماليات إن ما أنت بدينا أنا سومالي يسو استاجدو قيرات كدلكين كجرو شلالك إن لا سهميو محانا موقن كرانا وقامي سيدي سبو حال غبا إنو سنة سيد دنتي سكاشا غي سنة دانتا دالكا إدادكي دين توتي نو كاشا غي الربارت تان تي سيقاركا إنو مال إسكا صوت لغو تان أمد سوماليه دو لغا سيقا أو بريت مركو بحو جيل كبريت دلان دونو يكو هادا سو كورا بمستقبل كدلانين سوماليه أو بغولكي بتوضباتن إيشان دلان يروا لي رادو إنو أطرا هورتا الربارت شباب أيدو جوغا دالكان دور الشيقو في عدم لغاقا مكرا أحمد ولجيت كاكا دو يهي دلك وشباب هيستو دور شقفي عدم على قبان كرا وعلى قبان كرا بن حسن الشيخ محمود دل كان إنه سيه جامي 8 سنة لو 8 سنة سو سعد السيد ليبيا كتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادة ورئيس جارة مقدشو وحكفرا جوجش شركة جلها وتشجع قرنك كاسيو يسقي مادين ما دحضة قرنك يدور الجبل هذا دلك يجبرن كبنادر شركة سوى حق روينك مدحونها جمهورية الفدرالية الصومالية مدان حسن الشيخ محمود يضع قيبكي شركة سي رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية مدان حمزة عبد البر رئيس وزراء كحيين كدلك صالح أحمد جامع مدحونها كل مدوب أحمد عبد كاري قرقور كان كونفرق قلب الصومالية عبد العزيز حسن محمد لفت جرين مدحونها هير شبه اللي علي قول له ويدو قبي هامبا شركة ويستقبحي مدحونها دولة قبلات كجبلان مدان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أحمد مدوبي أيها وحال الشيقي إنو ديدي قرشها فيلا سوماليا أيها إن لأهدو دورشو قفي عودة إستوغو الشيقي إن حلقان دلكا وصن أباحنين دورشو قفي عودة إسلامار كان دورشو دي ضد بنايد العادو واسيدة وقاوة مدحوينها دولد قبليت كجبالان شركاسي وحا أما شركان قلها واتشيق وحا هوري قو مغنيد دولد قبليت كبنتلان سعيد عبد الله الدني وإسكودع وكرد حي دولد سوماليا قارحان مدحوين حسن الشيخ محمود هذا بشركان رئيس الوزراء أو حال الشركة لقيت قبته وحوكها هذا الشركة ما دام الشركة وكلن تعلمين ما لحد قار كنا استجت جن مقدشو قارنا حيل جن إيسلوكسين الشركة مركا الله فيريو رئيس الوزراء حمزة عبد البر أو حال الشركة كهل اللي وحوك وش جن الشركة وسيس عندهنو جوجش الشركة أنا في سنان دونتو إسلام مركا أنا لصوصاري دونو بالمرتيد لما ما لحد أي كوميد سين مركا الله غريبه وقاميها يعني جبلان أحمد حامي سلام أحمد مدوبي أو الشركة بني بنتلان وعي مقنتها أحمد مدوبي أي واحد وهر لجي شركة إسلام كان قرشها فيلا الصومالية واحد وش جي إنه سندوني إسلام كان الدين تي سوء تعامة ودنين أيه إن دور شدد بن للسي أدو دور الجبريت كي سنة دور شدد بن على جاك بن دون يجود هندل كبس في الأسواق الشيء سوء ربو إسلام كان واحد وسيد وكلام ده حضر لجي إلا كان بنتلان أو مقن بيهم بشركة كم مقن شركة ودن بينا كم مقنات هي إس إس سي قاتم أو ضل بدن شركة سي قبل لجا ديو برسا ما نقول هذا بشركة سي أحمد مدوب بحتان كيسو محيس عميم كو يادن دوتا شركة سيدا حفسي موسعود كشركة أو كسعودو بنتلان ميا لغا مارمي كاري شركة السي قاتوم إيادو مو إيادو ميا أباهان تاين شركة لغا قيب قريا من شركة سو سعودو لباتا عين كيا عيا كتلان كارا شركة مداما أو كبا حيميت كاميدا مامول قولادي دي لفدور كوها شركة مركة لفيريو كبي هان بشركة لبدا مامول هوية دا فدرالكا بنتلان مركة لفيريو iyo Jubaland oo saameyn kula siyaasada Soomaaliya ayaa shirka ka maqan shirka miyuu noqon doona shir saddex maamul goboleed gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya qodob ay soo saareen in dalkan uu ka hirgali doono Xasan Sheekh Maxamuud qorshihii Soomaaliyu fashilmi doona ee doorasho qof ficood in dalkan uu ka hirgaliyo mise waa uu noqon doona mid xilligan lagu nagaado oo uu ka dhabay hadafkiisa doodahaasi iyo su'aalahaasi dhan waxa ay la falanqayn doona gudoomiyaha kuxeynka amniga iyo siyaasada degmada Hodan Axmed Saciid Umar oo si weyn u falanqaya siyaasada Soomaaliya
أحمد مركوري وحن كوغو سوريويني يا أوريسي غانغاركا يا تي في شباب الحرونتي سايب مقدشو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا دي هذا سلام يا بعض تي في شباب وغوري صاحبكي أنس. هذه هذا غفر حسن هاي وهدوا هاي هذه هذا ما سنقع. ويا أحمد شركة نقولها وتشيكا بنت لنا هراء ومغنيت. وأنا هو يدي فدرال كمرك الله فيريو وأنا مدة وين ودة وين مكلا فيريو ما عملوا قبل هذا دلك. بنتلان كما قلنا شيء هذا شركة نقولها هو تشغل وأشر مصير كأمدين لغة هاليو وحصامين ومكوا هم يا شركة بنتلان صومالي وحلا مقلب ست وقامية بنتلان سعيد عبد الله الدني الاكشن كيما دورشي ودن بيس ومدح بين كل نقضي حي اهد دورشة ضد بنا يا اهد صوبتو دورشة قفي عدا بنتلان لغة مقابلنا مدحبين حسن الشيخ محمود نولي جيت كي سوحوها دالكين لغة قبتو دورشة قفي عدا سيداس دراد ديدا دولد بنتلان ما انت واحد لما قبست دولد فدرالك الصومالية سعادة وديدي لحبينا ارقوين بدنا قدري واقتقي واللف اللي سي الساقو الربو انو كوقن عيو ان سوابتو اموقتها سياسيقة اما قفك ما لحبينا ماشا سكاة الشعب كماشا سكونول وكل دوينهن سياسي دنتي سقار كاة ايو مركز تتحق ليا دنت الشعب كيسة ما تحق ليا صوبتو شعب كرير بنتلان سعيد عبد الله الدني عليه ما دورن ربيتون كذا كم إيمانه واتي دورش درقية وأسرع سدوا ربع كوسا مستة وهرت كوسا بحر ملعبين عش محمود واي أرجواي ما من قبل ديدان وحي ودي الدنيا وحي تاي إن سعيد عبد الله الدني وضد وقال إن سن قالن وبري إيش الصومالي مسير كود ماشي ومدة أي مامل قبلات كاسيتي لو غرفينا إن إسم فرياس إسم كم مقنعين أي وحلا قبسطة ومدحينا جمهورية فرق سومالي أي دوني لكن بنت لان دور شقة في عدا كان علي تلاب أو مامل قبلات أو رصيد أي نقطة وليه مدحينه وسوي نوب جادي حس الشيخ محمود أنا تاسك هلاي وتلاب الطلمان وشيء بنت لان يبو جادي سمركا بنت لان ما دي دنان كرت إن دور شقة في عدا كان علي تلاب في عنا إيه بربلو في عنا إهد مدحونا جمهورية فدرالك الصومالي وكل رجلي لكن هنان كإقابك الدورة شادي أسعتي هنان ما إهينين هنان هفن ما إهين سيدة أزدراد ديدا وقت يلا بلعبي ودورة شادي قفي عودك اللي شقينا مان ديتك أو مدحونا سيد عبد الله الدني هستنى ما إهين مان ديت ماركتي وقت في عنا صوها يستمع إهين سيدة أزدراد ديدنا ولقيت تنازلي إن دورة شقفي عود الله قبته وحالة دورة شادي ضد doorashadii dadbanayd markii la aadayna Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu yiri dawladda federaalka Soomaaliya aniga waxba kuma darsanayo masiirkii dadka Puntland ku nool ayagayna masiirkooda waa maqan yahay shirka madasha wada tashi qaranne madax joogaan oo maanta waxa la rabaa dalka in la gaarsiiyo in dalka oo ka baxo in dawlad feeri adduunka hadda anaga waxaan noola macaamila sida dawladnimo noola macaamila sababtoo ah anaga number 1 وأنا قوتين توب وأنا قال قال سوق بري أفريقيا كبير نمبر تري دي أنا بدنا شباب لقى حرية نمبر فور دينتي أنا جم دون كنا جت كلمين ويسان قال عفي وحى صوت لنا مرك لا بس أنا بري كل عين الدون كمرك وحنا أقون صدق أنا جينا أنا هاي الدولة وأنا بجادي وأنا أماني ما دام الدولة دي كشقينا سنة دورش وقف في عضنا adduunka waa amaana sababtu adduunka waxyaabaha ay tixgeliyaan ee dowladnimo wadan ay kula macaamilaan waxa waa in haba yaraatee doorasho qof socda la qabto ay kaxmad shirka waa u dhacay saddex maalmo shirka socday een madaxdi waa ka qayb gashay madaxweynaha Jubbaland waa asna shirka qayb ka aha dadka loo bedinayo in shirkan ay salugayaan ma aheyn cabsidu waxa ahayd in lafta gareen oo qorshe la yimaado maadaama xogo isku dhac dowladdu ay kala dhexeeyay axmed madow baa soo baxay أحمد مدوبي دولة الشروط هذا هو حرق أو إلا هذا لقى هايو إن دور الشقف يعني أن لقى هالدينين إلا بنتلان يأس السيقة عطوما لكان أحمد مدوبي مدن تيسو فيري مثل دنت الشعب كوفيري أحمد مدوبي دنت الشعب كوفيري دنت سجار كوفيري صوبتو أحمد مدوبي سنان أبنا هاي مركو تن إي مركو مدحبين ماشي أسكنو قد إلا هذا أحمد مدوبي دنت الشعب كيسا موسم فيرنين دنت الشعب كوسومالي موسم فيرنين بنتي سوي حكا دح أركويا بري هدي صندوق لطلو أو دور الشو قفي على لقبنا وشعبك ود اللينا هدي ليراد
إنه صنب شعبك كرسون وسنكيه سن محايل قفك مركو وناقفته قفك مركو شعبك وحفي عن أقبط أيهارت الله دورته مركب بقذن يوم معركة مركل لجارو فلولا إذا بلغت الحلقوم ماش وقدم بس مركل لجارو إنه كبوه ومدحينها فشليه هرت ربع لكن مدحين حسن الشيخ محمود وأنا قبيرة وليس ومالية دل كان لو مرسوه جامي أب إن دبعت كتا دورشة ضدا إن الله لابنين ثلاثة شعب كله إليو أنت هسان الرواق إن لقلا شقيه وأنا لا يشقي دون عندي إليه ويا شركة هدا جبل الله واي كبحري مدحوين هو أسوي شركة سعنا عيو دور مع الموضة الوقع نعوى إن شركة وقايب كنا قدو وولي بس شركة يسي سعدو ما دام قشها في الصومالي وديدة دورشة قفي عضة أحمد مدوبك بيحتان كيس الشركة يقولها وتشجع ما دام الدولد أي شيء تي إنه سيس عنا يو لا وعم الشركة يسوي شيء سي إنه سيس عضو الشركة أحمد مدوبك ومدحيناها دولت جولات جبلان ضد أيو مثلا شعب أيو مثلا هو جامي واي إن ما أركتي الصيغة ضن شخصية أما الظروف جارة الصيغة أو كأركا يبرئ إنه سن سول لابن كريد ما دام من ديت كيس ولا ماضي إنه ماشي أسكن مقنع ظهرت الصيغة عيب كنت ظهرت صوبته هو جامي أو حال ربع هو جامي سيدي سبو حال ربع إنه سن الصيغة دنتي سكش قي سنة دنت أدلك دتك دين ترتين وكش غير الربعات تن تيس جارك إنه مال إسكا صوت ليهم تن أمضى الصومالية ولا جسيجة وبريت مرك وضحه جيل كبريت لندن يكو هذا سو كرة المستقبل كده لين الصومالية وبقول كي بتطلبات إن إيشان دلني روا لي رياض إنه أطرة هرت الربعات وح دعوة كتها أنا مجرد أصين نبي تل كان ملحبين ولي هاي وأدون كلام عامله وأدون كوا قنصين هالدولة فضل على جرتو أو بيسكو اللي أويها مجالات المقدشو قف كي السجا جو أنصلو إنه ذلك الدب دع قسم مايو أو 2000 كميشن جوجنا ربع 2024 إنن جوجنا ربع يكون أفر لاتن كي إنن جوجنا قف كاسا هرتا السجا هرتا قصارى السجا دب دع قسم مايو السجا نمجو جنكرو هنك يودد الله مرايو إن سوماليا برواقة جارتو سومالي مانتا ايضا لكالمياي بري ايضا انا واح كالميسو برس بارتي ايو برواقو ايو وناك ايو هرمر او دل وسو هيتو انا نقطن او ربو لما جوجين كرو وقرح او مانتا انا نعاو دول نما هنلي الدون كان اقون صدي كلاوين بدنا لقادي لبسنا ايو بر قف سوماليات او فيلاي مجرا اي مركب او سهمنا ايو شدالك اي قيراتك دلكين كجرو ايا سومالي بدل سو استايدون لبسنا كور من اسمه كريم شدال الله هلا أبوجينا أبوجي يا أبونا كي يا بيج أي كشيء كي سنجر شدال كسومالي مركان دلنا شدال كسومالي لا كشيء كنا لكن ما أنت أنا أطلع نيرة أو أطلع نيرة أو موادين سوماليات إن ما أنت بدينا أنا هو سومالي يسوي استعك تو خيرات كدل كين كجرو شدال كأ إن الله سهميه محن نوم موقن كرامي دولتني ما نوم موقته حرمرا نوم موقته إن سومالي لا سو توكس تجد دونا نام موقته إن سومالي برواقة جاري دونا نام موقته محايا لي حر فير دول النمذ اللي بوشية وحواء قف كإنه الله يسكته لا بس أنا كار متجرم بقف موادنا أكوف كيري كرو ما يلبدنا الله يسامي إن شاء الله يقاضي كرو هر مركا صورنا مركا قف كرو مركا إنه مجهة قبته ما قصدوا هذا أحمد مدوبي أما قف كستها هذا سومالي وحقوف كاسيت ديار وياها مشكلة ده ما أنت كتاجن إن أيضاً كبحن أو ما أردت دبرك كحرنا إن وليت كحرنا توقف كسرواء. طيب أحمد نهري بنتلنا أو مغنيت هذا الجبل أنا كدرسته. لبدي ما أمر قبل هذا سامي السياسة دوها مربها دائما قيهن وحلاج الله يمحولي. وحلاج الله وحواي. أرت من عيونها. ضد كاس مرة دي ملف ليستي. بنت جود. سومالي يلا ربو إن لجارسيو مكلاها اللي ومدى سومالي ده مركو حال ربا إن أوقات قفك السحلة أو دن طولة إي آيوه دي مستقبل كودة كشاقين هورت إن أوقات حال ربارت قف لبطيرا مدحبين النقضي كشاقيي لبسان وحقان لقو قبن كرين لبعطان سنة صدون سنة قبتين لبسان قدهول لحاي ولالو أنيقتين لذا dibaatadii aniga leegu geystay iyo xilbanaadii loogu geystay ee muwaadin Soomaaliyeed oo xuquuq lahaay xaqiisa la doodsiiyay dibaatada ka dhalan karto aan rabnaa inaan ka guurno nidaam kale rabnaa inaan u guurno diiday tahay walaalo aniga doorasho qofii cod kama hadlay
doorasho sida aan rabaa u qabsana gudiga doorashooyinka ana magacaabanay ana xilbanaan qoranay ana waxa rab sameysanay Soomaali xilliga lagu joogi jiray waa laga soo gudbay danta iyo danta dalka iyo diinta iyo dadka qof u turaayo dowladdiman yaqaan aqoonyahana horta dalka joogo indhihiisa furan yihiin Soomaaliya joogay ku dhashay ku wax bartay dalka dibadiisa aanan baasaboor ajnabi haysanin ka tagin dhibaatooyinka dalkan ka jirin og xogaalno ah dalka qof u turaayo haysta dadkaasiitina ma aragtay waa la fadhiistay waa la raadiyay haddii ayagana maslaxadooda gaarka ee tan danta guud aysan ugu tanaasulayn ummadda Soomaaliyeed waxay sameyn doonaa waa ogyihiin waay marka lama baahna leedahay Puntland iyo Jubaland waa loo baahan yahay dowladdu soo in ay u tagto madaxda dowlad goboleedyada goobahooda ay ugu tagto oo ay la soo hadasho ay la fariisato oo ay kala hadasho arrinta masiirka dalkan maadaama ay baxeen soo dowladdu ma qoono haddii dowladdu ay istaagto Jubaland iyo Puntland Ismaaciil haddaba iyo garow uguma tagayo soo sharaf dhacma haddaba tallaabooyin waa la qaaday weligeed tallaabooyin la waday messages badan la sameeyay ergooyin badan la diray ganacsato badan la diray oo rabaan inay labada dowlad goboleed aan sheegtay inay isku soo dhaweeyaan dowlad federaalka Soomaali laakiin waxa la isuu soo dhawaanayna waxa tahay madaxweynaha inuu shir jaraa'id qabto si cad u sheego qofka aanan rabin doorasho qof iyo coda in la qabto uma istaageyno uma joojineyno waxaan rabnaa annaga inaan doorasho qof iyo coda aan qabano jid allaale jidkaa ku gaarayno waddo wanaagsan aan waa ku gaarayna dowladdu marka shirka ma sii wadi kartaa golaha tashi iyada labada maamul ee maqan waa socdaa waa furan yahay hormurtiyada laga soo saari doonaa insha Allah mana ka hor dhaceen mana loo baahna Puntland iyo Jubaland waa loo baahan yahay mana ka hor dhaceeno ay waan la soo saari doonaa hormurtiyada marka Axmed Xasan Sheekh Maxamuud qorshihii uu damacsan yahay waa in dalka doorasho qof iyo cod uu ka qabto ah qorshaha Puntland iyo Jubaland uguma jiro qorshahaas sida Jubaland ay dhisa ka aragno saddexda dowlad goboleed ee kale labada dowlad goboleed ee kale ay raadeen waa saddexda dowlad goboleed ee kale waa ku raaceen in dalka doorasho laga qabto oo waliba qof cod uu aado muddo kororsi hal sanana la aqbalo si dalka doorasho qof cod loo aadiyo Xasan Sheekh Maxamuud shalay asaa diidayay in dalka doorasho qof cod laga qaban asaa diiday maantana asaa wuxuu leeyahay dalka doorasho qof cod laga qabanaa marka su'aalaha isa saaran adiga ma ku muuqda miya waxa rabnaa shalay markii la dhahay doorasho qof cod la qabanaa iimaanta uu leeyahay doorasho qof cod la qabanaa shalay iimaanta isku mid ma madaxweynihii shalay joogay waqtigu rabay inuu doorasho qof cod qabto iyo waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu leeyahay doorasho qof cod qabanaa isku waqti ma farqi u dhexmay waxa farqi u dhexay waxa waa madaxweynaha markuu taandhada imaado wuxuu ka bilaabay doorasho qof cod qabanaa madaxweynaha mandate-kiisa meeqa u dhiman laba sano u dhiman laba sano baro hadii joogay madaxweyne farmaajo xilligu rabay inuu doorasho qof cod dalkan ka qabto waxay ahayd asoo hal sano u dhimanta in hal sano ay dhimnaato dhageyso waxa ka rabaa dhageyso dowladan ku horeysay markay dhahaysay doorasho qof cod qabanaa dalka Soomaaliya gobol kasto inta ugu badanba ama gobolada dhan shabaab ay wada haystay hadda shabaab ma ka baxayna ayana deegaano badan oo maanta neecawda dowladnimada ay gaartay ayaa maanta doorasho qof iyo cod laga qaban kara Kenya amaanta arkis dadkeeda waxaa lagu tiriyaa 100 milyan ilaa 100 iyo xoogaa milyan dadka codeeyay ee soo baxay ay madaxweyne Ruto doortana 8 milyan 10 milyan ma dhamo marka doorasho qof iyo cod waa la qaban karaa hanaanka loo qabanayo dowladdu waa heesay waxaa la rabaa dadka majaraha ugu dhigan iyo dadka dabarka Soomaali raba inay meeshaan lay joogto ku xirnaato biri ayaga raba inay bedelaan oo dhagtaanba wanaaga aku maqleynin oo rabaan bis inay maqlaan doorasho dadban oo doorasho qof iyo cod aanan rabin arabna horta inaan dalkaaneeti aan tusno in doorasho qof iyo cod laga qaban karo konton degmo fiiri konton degmo maanta oo yaraan bis konton degmo maanta waa xor doorashadii ugu dambeysay ergooyinka dadka ala xilmaan doorinaysa ma qayb 100 erga soo maayn 100 erga waxaa ku dhufataa 275 xilbanaan oo golaha shacabka ay 54 aqalka sare ku dhufay waa 33 kun ay 100 degmo oo maanta xura meeqa shacab ayaa ku nool
dad badan ku nool 10 milyan garan 10 milyan ma in sanduuq la dhigo miyeesan ka fiicneen in sanduuq la dhigo sanduuqas la geeyo ay madaxweena doortaan miyeesan ka fiicneen doorashada dad baneed oo qaabka darneed ee Soomaali lagu celiyo walaalo madax way ahmed qof kasto oo u soo tartama xilka dawladda ama xilka madaxweynaha ama talada ugu sareeya dalka waxa uu sheegay in doorasho qof fiicood uu qabanayo madaxweynaha kan ka horeeya asagoo hal sano dhimanta uu sheegay doorashada qof fiicood inuu qabanayo kan asoo laba sano dhimanta uu sheegay inuu doorasho qof fiicood qabanayo waxa farqiga u dhaxeeya ma jiraan islaaya marka walaalo ahmed dalkan doorasho qof fiicood ma ka qabsoomi karta iyadoo aan ognahay in kooxahan cadawga ay deegaano badan ay haystaan oo jubooyinka hadda markii Jubaland la fiiriyo gobol dhan markii la wareebay laba degmi hal degmi ay haystaan dowlad goboleed aysan al-shabaab joogin Soomaaliya inaysan jirin ay u maleynaa iyadoo shabaab ay dalkan ragaadiyeen oo dhibaato badan dadka shacabka ay ku hayaan oo ay dalka joogaan qayb ka mid ah oo dad badan ay dhibaato ku hayaan shabaab iyadoo jooga dalkan doorasho qof fiican ma laga qaban karaa Axmed walaalow anaa ku lehbo anaa fiiri aniga nin dhalinyaro ah moqti aniga ku lehbo wala qaban karaa ku leeyahay waxa loo qaban karaa horta wax la yiraahdo ma jirto perfect wax la yiraahdo ma jirto horta ilaaha dhameystiran horta maanta ii shalay dalka meeshuu joogo shalay horta maanta ma joogo deegaano badan oo xura tartanka warbaahinta xogaala tahay ugu dambeeyay waxaa ka qayb galay degmo 15 sano 20 sano aanan xur ahayn oo aniga aan kasoo jeedo ceel dheer la yiraahdo ayaa ka qayb gashay tartanka aqooneedka warbaahinta ayaa ka qayb gashay meeshaas maxaa ka dareemaysaa in dadkaas ay gaareen neecawda dowladnimada in waxbarasho la gaarsiiyey in caafimaad la gaarsiiyey adeega dowladnimada oo beeska ah oo aasaasiga in la gaarsiiyey dadkaas marka maxay sugayaan dadkaas waxay rabaan inay ayaga qofay rabaan ay hoggaan u arkaan oo bisil u damqada waxay rabaan u sameeya ayaa rabaa horta inay doortaan wax perfect la yiraahdo wax perfect la yiraahdo ma jirto waa la qaban karaa konton degmo lixdan degmo ayaa sanduuq in la geeyo ayaa shacabka Soomaaliyeed inay qofkee rabaan ay ku doortaan ayaa laga shaqeyn karaa waan laga shaqeynaa dowladdan inay ka shaqeysan diyaar u tahay way sidee loo qaban karaa doorasho iyadoo shabaab dalkan ay joogaan doorasho qof fiicooda sidee ku qabsoomi kartaa iyadoo al-shabaab ay dalkan joogaan waliba deegaano badan oo dalka ay haystaan walaalow al-shabaab horta dagaal ku socdo awooddooda waa la wiiqay sidaan ognahay ayaga deegaanada ugu badnaan horta waa laga xoreeyay deegaano yar horta ay kusoo hareen dowladdana waxaa ugu qorsheysan in shabaab laga sifeeyo eradication lagu sameeyo oo dalka Soomaaliya laga xoreeyo horta waana ku guda jirtaa wayna ku guuleysatay in deegaano badan laga xoreeyo waxayna dowladda hadda u soo jeesatay in la qabto doorasho qof fiicood marka ulajeedkaaga hadduu yahay dalka oo shabaab haysto doorasho qof fiicood ma la qaban karaa waa la qaban karaa deegaano badanaana laga qaban karaa oo xura oo neecada dowladnimada gaartay waana la sameyn karaa waana la qabanaa boqolkiiba boqol way marka waxa aaminsanta doorashada qof fiicood dalka inuu gaari karo way marka axmed waa mahadsantaa qaybihii dhexe ee wareysigan ku gurijinaa inaga qaybihii dambe ee wareysiga ku sii saqeyno doorashadii aan markaan idhaahdo shirki axmed madow baa ka baxay puntland waa baneysa shirkaasi haddaba uu soconaya dowladduna waa ay sheegtay uu sii soconaa warmurtiyadan laga soo saaraa caqabada shirka iyo dowladnimada soomaaliya haysata mana iftiimin kartaa shakhsiyaad hadday yihiin iyo sheeba hadday yihiin horta dalku wuxuu soo maray horta marxalado kala duwana soo maray sidaan ognahay doorashooyin badan oo dalka soo maray wax fiicana la soo qabtay dowladdan dowladdii ka horeysay dowladihii ka horeeyay wax fiicana soo qabteen laakiin waxaan rabnaa ummadda Soomaaliya inaan u bidaamino dalka Soomaaliya annaga waxaan rabnaa haddana dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rabnaa horta inaan ogaano dalkan annaga horta inaan leenahay shacbiga Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay ogaadaan dalkan dadku uu sugaayo oo dalka leh oo lahaanshiyaha dalkan uu leeyihiin annaga inaan leenahayo international community-ga iyo hay-adaha caalamiga annaga na fangareeyo oo na taageero inaa annaga horta aanan rabin horta inaa marxaladaas aan ku jirno waa sababta hadda dowladda ay u bilaawday canshuurta iibka in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay bixiyaan oo madaxweynaha oo talada dalka ugu sareysa inuu soo istaago dhaho walaalayaal bixiya canshuurta
سيان قعش الشيء وغمارن هرتوا حاربنا هرتوا أمد الصومالد إني وهذا دل كان إني إسكساران لحجعل هرتين إسكساران آمنان دل كان إني ليهين وبسليهين بدباديان هدي كوبد بادين كران إن هنان كل جو يجري يودوين كقرد جاحة إن اللي سو قدبه هنان صحة وأدون كأنك نوع قنصل إن عن هاي دولة سيد الدولة ذو كلتنا نورا ما عامل أي أرتر نارت جيمس إسوامه وما له رأيت هذا ودم به دولة الصومالي أذو أمان وحو كل أمانا وحقهد مدحوينا إنه ليه وحرمنا دورة شقف في عضا إنان قبن مركا ضدك ولا لها أما معارض هذا أما قف كدوان فكر كدولة فدرالك الصومالي أو مجراها أقبناي ربو دم عيسى جاركا إنو ربو إنو دم عيسى جاركا بس لو فلي أو هدي مدحوينا مدحوينا حسن الشيخ محمود فيري مدحوينا انت شيء أو كوشا قبطي وانا قبطين توبك قاضي دينتي العفية سوق بري أفريقيا أنكو بيرني رين رين إنسان سانتا دولة نمدا نقارسيي قفكي ربو مركا سياسي مركا أنا انت أسأركينين وإن لها كده وولم أو ربو إنو ما أركتي وحاس دفيرو قفكا صورتو حربا كريبيت كما لحمين حسن الشيخ محمود قادان لا وحربا بري إنان قاتو ولا لو ولا كا جو أسا وحقبنا وحو قبطي مرقاتيا كتاي وأكتاي بدالو كبدحي هري هبينو سوجيري فيري علمين كوشيغا أنا قد أدرسو مالد منها مدحبين حسن الشيخ محمود دل كان إنو سيهو قاميو 8 سنة لواتن سنة سوسعت أساق بيبو كتا هكو دا وان وضعي تدواتن جيرا بوق يقبيالد يوحا سومالي يالو أساق لباتي كتا عاف ما دره كتا لكن أنا قد أدرسو مالد فدامه دافن نوتا سببتو الله سنة يبر وحي الوقت 8 سنة إلى 8 سنة مدحبين أدو جوغ لحتى لما قبلنا مركع حاسس يا شيخ محمود وحقبت في عنو اللي يمي على ذا وحقبت في عن بغولك بغول اللي يمي هاي حلو أنا ذا قابك كسوب بحين قاب درم حكا وده مدحبين دورشو قلي وعود بطي دورشو كسوب بحين قاب درو قاب درو خلا ما يجرتو أحمد أليك وموغطانا قاب درو حكا ربا كرسي إن لقبت ولا لو إيعوذي انت ساكسينا إن دلك الوي ماذا قاب درك حلو ما يجرت وحاكفي عنبا إن انت هاد حرتا صندوق لديقو أو هجامية ربان إدورتان أنت تاسع كفي عن أنا أنا دلني رسول مالي دانا تاسع قدرة وارنا وحربنا قف موادنا أو حده يسرين من دولار أكون كيس وجرين هل الدون كفيرة الدون كقف كمان موادنك السو أكون كيس من دولار وجرين هذا هو أركض ذلك إنه هجامين كر أو هل ليه أقوان ليه وأسو شرحة دقمه ولا إسك شرحة قبله ولا إسك شرحة هل عضو هلا لبا عضو هلا وقنع سنيا فلله الحمد ماشي سوق بحا وحي تلماميسا دول نيمة تلماميسا وي مركا نيك الربو نيك الجوغ جمام يجلب صوماها انو عضي مركا دور شقو في عضي ماد فيري وابا كوشاك بحاكو دا ليسو وح برفكت اللي دا المجر طرت دروف تجاك بونتيد هادا نكون شيغا ايتان لدي اكوا سيستورت دروف تاسي ديك سوق قدبانو ناشا سلحورينا بريتوا دورنا لكن ماجورتي ليبس مانورتي اللي دا دورت هادا ماجورتي اجر طرت minority sidii sabab fiire majority ajirta ku dhaaf Kenya maanta waay konta milin waay maxay u cilin waayeen konta kasmin nabad ka jirto maxay u cilin waayeen duruuf ajirto duruuftaas markaa waa laga soo gudba bari markaa laga soo gudbo ayaa wax dooranaya markaa kuwa jamaami jirib joogo halkaadiyana leedahay kuwan kale oo xoreysan aad doonanaa kadibna kuwa saaymaana hadii ila yiraahdo markaa way aragtida guud ee shirkan iyo doorashada Soomaaliya المركات في شركان قطبتك صوب يحكر أحمد حكولة مغضة شركان أنا كمهر دعو يعني ورهم تيدا صوب يحكر دعونا وحفي عن يو ماركتي ورهم تيد لغو فرح دعونا إنو صوب يحكر دعونا وزير وزارة جمهورية فدرها كسوماليا وزارة حمزة عبد البرع يا حالي شركة لأيد كوشاقي كمهر دعو دعونا أيغان كسوق دعونا هنديق لأيلا قد هان داود يالحان جعلين عن قصوصة فين رئيسي قاركاها او مرتي وها احمد سعيد عمر قدومي كحينك امنيه إيه سياسه دغمد هدن وحنا ادو فلنقينا ارمها كوسابسن شركه غلهوده تشي قرنكا اي ان سي سي اي مقدسو كسوده اسلام مركان او دخيه مدخله دولته دخه اي سومالي امام الغوبليده درك او شركه سو اي كمقيين بنتلان اسو هوغامي سعيد عبد الله حبدني اي جبلان او هوغامي احمد محمد اسلام احمد مدوي شركه سي دولته وحاي شيكتي ان لا سو ساري دونا ور مرتيت وحنا ان وريسغانا دبا دغنا ارمها امانه دلكا
لا دجالن ككوحها على الشباب دبعت بان دقوا يدت كمقدشة يوجود حام بدت كصوماليات يدورش الصومالي يقف في عدم كقف صوم كرتاء وحان رجينا إن ورئيس كانوا نقدمد إن دتكو وحبذا كترى وحنا مرتكوها أقويها قدوم يكوحين كأمني سياسة دقمة هذا أحمد سعيد عمر أحمد كلام علنيا ورئيس يا سيدا نوغا اخبار سيدا وريسيغان ان كا قادنو غودا هانو نغينتا وريسي غارك اني وانا اسمح محمد صومنا نيل سوسينا يي سونا دياري وريسيغان وحانو غو ماهد علنيا غودومي خوينكا دغمد هودن احمد سعيد عمر او وريسيغان نغا اقبال اسلام مركانا مارتين اوها محمد عبدنا وفرسمدا انا غو ماهد علنيا سيدا وناكسن نوغو فرسمينيه تاني انت كو كلمي دونا وريسيغان وريسيغي سيخيغا ام وريسيغي سيخيغا سيدا سي نبد غليو صوماليا نبدا